بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل في المحاضرة رقم 6. دلوقتي احنا هنتكلم على الكاني اتش ديتكتور، ولكن قبل ما نتكلم عنه انا بس عايز اوضح اكتر من نقطة. اول حاجة ان امتى نقول على اتش ان هي كويسة؟ يعني احنا من ساعتها قاعدين بنتكلم ان احنا عايزين نلاقي اتش، عايزين نلاقي اتش، عايزين نلاقي اتش، لقينا اتش، ولكن اعرف منين فعلا ان الاتش دهيت بتعبر عن حاجة فعلا؟ يعني هي ما جابش مثلا حاجة ملهاش علاقة أصلا بالصورة، أو حاجة كانت نويز، أو حاجة مثلا، أو أصلا طلع حاجة اللي هي إيدج وهي أصلا ما كانتش إيدج، أو كلام من دهوت. فقال لك اللي هو بيبقى عندي شوية معايير. أول حاجة إن هي تبقى جود ديتكشن. يعني إيه؟ يعني إن هي مثلا اللي أنا أقل احتمالية إن أنا يطلع لي فولس بوزيتيف، يعني أقل احتمالية إن أنا أقول إن دي إيدج وهي في الآخر ما تطلعش إيدج أصلا. تمام، دي حاجة. حاجة تانية اللي انا برضو اقلل الفولس نيجاتيف، اللي انا احاول برضو اللي انا ما اقولش على حاجة ان هي مش ايدج وهي اصلا كانت بالفعل ايدج. يبقى حاجتين احاول ان انا اقلل احتماليتهم، اول حاجة ان يطلع لي فولس بوزيتيف، يعني اقول على حاجة ان هي ايدج وما تطلعش ايدج، او العكس، او اقول ان دي مش ايدج وهي بالفعل كانت ايه، كانت ايدج. ماشي، طيب. يبقى اول حاجه ان هي تبقى جود ديتكشن، تاني حاجه تبقى جود لوكاليزيشن. يعني ايه؟ يعني الايدجز اللي هي تكون موجوده فعلا في قريبه من ترو ايدجز. يعني مثلا لو جينا نشوف مثلا الصوره دي، احنا عارفين ان الشكل ده هو دي مثلا ايدج، ايدج جوه الوش، اهي تمام. فانا اتاكد بقى ان الايدج اللي هي فعلا طلعت في مكانها الصح في الوش، مثلا ما كانتش مثلا بعيده عنه او مش عارف ايه، او في مكان تاني او الكلام دوت كله. تمام، طيب. تالت حاجه اللي هي سنجل ريسبونس كونسترينت. يعني ايه بقى سنجل ريسبونس كونسترينت؟ اللي هو المفروض يلاقي بوينت واحده بس لكل ايدج بوينت. بمعنى مثلا اللي هو ما يجيش في الاخر يقول لي ان الجزء ده هو مثلا ايدج، ويخلي الايدج تقيله قوي، يعني اكتر، يعني ايه، تاخد مثلا ربع الصوره ولا حاجه. قصدي ان الايدج تكون الويدث بتاعها كبير. تمام، يعني ايه الويدث بتاعها كبير؟ يعني تكون معبره عن حق، او هي موجود دلوقتي بعرض اكبر بكتير اصلا من الايدج الحقيقيه. تمام، ليه؟ علشان في اكتر من بايت قالت اللي هنا في ايدج، وبالتالي الايدج طلعت تخينه كده، طلعت السيكنس اللي هو طلعت الويدث بتاعها كبير يعني. تمام، طيب. فالكاني جه بقى يعني عايز يثبت كفاءته وعايز يحقق الثلاث معايير دهيت. فقال لك ايه؟ اول حاجه قال لك ان هو زي اللي فاتوا برضو، هو هيطبق الجاوسيان فلتر. ليه؟ علشان يقلل النويز. تاني حاجه هيبدا يحسب الديريفاتيف بتاع الايه، الفلتر دامج. تالت حاجه، وهنا بقى بنبدا الحاجات الجديده. تالت حاجه هو بيحسب الماجنيتيود. ده كل اللي فاتوا برضو كانوا بيحسبوا الماجنيتيود، يعني ما فيهاش حاجه، ولكن هو هنا برضو بيحسب الاورينتيشن. فهو هنا برضو بيحسب الاتجاه بتاع الايه، الجريدينت، مش بس قيمته، ده هنا برضو بيحسب الايه، الاتجاه بتاعه. رابع خطوه ان هو بيطبق حاجه اسمها نان ماكسيمم سبريشن، وبعدين بيطبق حاجه اسمها الهستيريس ثريش هولد. هستيريس ثريش هولد ده برضو من الحاجات اللي كان اخترعها، وكانت فعلا اثبتت كفاءتها جدا يعني. طيب خلينا نشوف. يبقى اول حاجه بنطبق السموثنج بالجاوسيان، تاني حاجه بنطبق الديريفاتيف، يبقى ده نفس الكلام اللي احنا كنا قاعدين بنقوله من ساعتها. طيب بعدين تالت خطوة اللي احنا بنحدد الماجنتيود وبنحدد الدايركشن. يبقى احنا هنا حددنا الماجنتيود، كله حدد الماجنتيود، ما فيش حاجة جديدة هو عملها هنا. ولكن لاحظ بقى ان هو عمل ايه هنا، هو حدد برضو الدايركشن بتاعها اللي هي السيتا، عن طريق اللي هو تان ماينس 1 و اس واي على اس اكس، اللي هو القيمة بتاعت الايه، مش بس القيمة بتاعت الجريدينت اللي هي الماجنتيود، لا ده الاتجاه بتاعه كمان. ماشي، اللي هي السيتا يعني. طيب يبقى ده الحاجة اللي هو زودها على اللي فات، اللي هو حسب السيتا، اللي هو حسب الاتجاه. رابع حاجة ان هو عمل حاجة اسمها نان ماكسيمم سبريشن. حد فاكر لما انا قلت لسه من شوية اللي احنا مش عايزين ان الايدج تطلع لي كده وتبان ان هي عريضة قوي اللي هي بالشكل ده هو مثلا؟ لا، احنا عايزين ان هي تبقى ايه، تبقى شارب اكتر، او تكون معبرة اكتر. يعني مثلا هقول لكم حاجة، شوف ده مثلا، شوف هنا الايدج دهيت، على فكرة هي نفسها الايدج دي، ولكن انت لو جيت تقول، يعني لو انا جيت اقول لك مثلا ايه الافضل، الاتش دي ولا الاتش دي، هقول لك دي. ليه؟ دي كانها كده يا جماعه رفيعه اكتر، يعني كانها محدده اكتر الاتش بتبقى فين، وشارب اكتر اكتر من دي. تمام، اما دي تبان الاتش كانها ايه، يعني ان هي عريضه شويه، دي مش حاجه كويسه، دي مش حاجه احنا عايزينها. احنا عايزين حاجه تكون شارب بالظبط عشان تحدد لي بالظبط الاتش المفروض تكون ايه، المفروض تكون فين. ماشي، طيب. يبقى احنا هنعمل الموضوع ده هو ازاي؟ عن طريق اللي احنا بنطبق حاجه اسمها النون ماكسيمم سبريشن. وفكره النون ماكسيمم سبريشن اللي انت في كل بوينت انت هتشوف لو البوينت دي اكبر من
يعني انا دلوقتي اتفقنا ان انا طلع لي 3 نقاط، النقاط ديت احنا هنحسبهم كادج. فقال لك لا استنى ما تستعجلش، احنا مش هنحسبهم كادج دلوقتي، امال هنعمل ايه؟ هنعدي على كل نقطة منهم، تمام؟ ركز معايا، هنعدي على ال3 نقط اللي طلعوا لي، هنعدي على كل نقطة بقى منهم، ماشي؟ ونشوف لو في نقطة أكبر من الاتنين التانيين نلغي الاتنين التانيين ونعتمد النقطة دي. واخد بالك من الفكرة؟ يعني إيه؟ أنا أوضح لك. بص دلوقتي هنا مثلا، قرب كام من الصورة دهيت، دلوقتي في 3 نقط هنا قالوا إن دي إدج، تمام؟ أنا زي ما إحنا اتفقنا أنا عايز أحتفظ بس بخط يكون رفيع شوية، ما يكونش إيه عريض، فأنا هعمل إيه؟ انا هقول حاجة بسيطة خالص. انا هقول ايه؟ انا هقول اللي هو لو النقطة طلعت قيمتها الماجنتيود بتاعها اكبر من الاتنين التانيين، يبقى الاتنين التانيين ما لهمش لازمة، نشيلهم، تمام؟ ونعتمد النقطة دي بس هي اللي تكون بتعبر عن الايه، عن الادج. يبقى لاحظ معايا كده المعادلة دهيت، احنا بنشوف لو النقطة دهيت، لو النقطة دي طلعت اكبر من النقطة دي، ولو قيمتها برضو طلعت، او ان الماجنتيود بتاعها اللي هي الماجنتيود بتاعها طلع اكبر برضو من القيمة دي، وطلع اكبر من القيمة دي، نشيل دي ونشيل دي ونعتمد دي بس. يبقى هي دي ايه؟ هي دي فكرة النون ماكسيمم سبريشن. طيب يبقى دي كانت من تالت الخط، او كانت سوري من رابع الخطوات بتاعت مين؟ بتاعت الكاني ايدج ديتكتور. طيب خامس خطوه بقى هي ايه؟ شوف معايا كده دلوقتي، انا نفترض ان انا عندي او طلع لي جريدينت، ولكن انا مش عارف احدد هل انا اعتبره ايدج ولا لا. فقال لي خلاص مفيش مشكله، انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تعمل زي ما احنا اتفقنا، انت تعمل زريش هولد. لو حد فاكر اللي هو فكره الزريش هولد، انا كان عندي اكبر مثلا من قيمه معينه، يعني مثلا اكبر من 50، فكنت بقول ان هو ايدج، اقل من 50 يبقى هو مش ايدج. فهو قام قال لك طب يعني بس دي فيها برضه فيها مشكله ليه؟ بص انا دلوقتي لو قلت ان هنا ده الزريش هولد بتاعي، تمام؟ لو انا قلت ان ده زريش هولد، يبقى كل اللي فوقه هقول ان ده ايدج، كل اللي تحته هقول ان ده مش ايدج. ولكن خلي بالك من حاجه، انت كده ضيعت حاجات كتير جدا كانت بالفعل معلومات مهمه. الحاجه اللي انت عايز تتجنبها ايه؟ انت عايز تتجنب دي، يعني انت عايز تتجنب دي عشان دي اصلا ملهاش اي علاقه بالايدج بتاعتنا، هي دي الايدج بتاعتنا، حلو؟ انت لو عملت هاي ثريش هولد ايه اللي هيحصل؟ انت هتحتفظ بالبيانات او يعني بالايدجز اللي فوق، ولكن الجزء ده كله هيضيع منك، مع انه اصلا كان يعني يعتبر جزء من الايدج، صح ولا لا؟ طيب انت لو عملتها لو، لو انت عملت الثريش هولد يبقى لو قوي، مثلا هنا 2 مثلا بدل 50 بيبقى 2، فانت كده انت هتاخد معاك الجزء اللي انت مكنتش عايزه، اللي هو دي اللي ملهاش اي علاقه اصلا باي حاجه، يعني دي اصلا ما ينفعش احنا نحسبها، تمام؟ وبالتالي لا اللو نافع ولا الهاي نافع. قام جه كاني قام قال لك ايه؟ بص يا عم انا هقول لك حاجه، ما ليه تكون ضيق؟ ما تعمل الاثنين. يعني قال لاصحابه زي مثلا اللي فاتوا، اللي هو كان قال مثلا للايه؟ لهيلدرز، وقال اسمه ايه التاني اللي هو نسيت اسمه. قال لهيلدرس وقال اللي هو سوبل وبرويت، قال لهم يا جماعه انتوا قاعدين بتحسبوا ثريش هولد واحد ليه؟ طب ما تيجي نحسب اكتر من واحد. يعني كل واحد قال بيقول لك اللي هو لو اكبر من قيمه معينه مثلا 50 انا هعديه، قال لي كده مش هعديه. فقال لك كاني قال لك طب وكل البوينتس اللي هنا ديت، البوينتس دي كويسه وحلوه، نتجاهلها ليه؟ فقال لك خلاص يا عم، قال لي الثريش هولد خليه للو. بس احنا لما خلينا للو ايه اللي حصل؟ ها الجزء ده هو برضه طلع معانا، والجزء ده احنا مش عايزينه. فقال لك احنا هنستخدم 2 ثريش هولد، واحد هاي وواحد لو. يبقى مين اللي قال كده؟ اللي هو كاني. التانيين ما عملوش كده، التانيين قال لهم انتوا، اللي بقى كاني قال لهم طب انتوا ليه بتعملوا واحد بس؟ طب ما انا اعمل 2. لو النقطه طلعت القيمه ده هي فوق الهاي، يبقى انا وش هعتمدها، ده ما فيهاش كلام، يعني القيمه ده هي فوق الثريش هولد الاعلى، فانا اكيد هعتمدها. طيب لو اقل من الثريش هولد القليل، انا اكيد هشيلها، دي برضو ما فيهاش مشكله، يعني ده ما فيهاش جدال اصلا. طيب الحاجه بقى اللي ما بينهم نعمل ايه؟ قال لك والله انا هشوف جيرانها، لو جيرانها قيمتهم عاليه، ولو لو جيرانها انا معتبرهم اتش، يبقى هعتبر القيم دي كمان اتش. لو جيرانها مش اتش انا مش هعتبرها اتش. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا اياد؟ حد فاكر اصلا لما انا كنت قلت لما احنا حطينا ده هو ده ما كانش نافع ليه، او كانت ايه مشكلته؟ اللي احنا ضيعنا كل الحاجات ديت دي كانت جزء من الادج اصلا. فهو اسمه ايه الطريقه دهيت اللي هو بتاعت كاني، كان ذكي بقى، قال لك ايه؟ طب ما احنا نعمل حاجه، احنا نشوف لو النقاط دهيت، لو النقاط اللي هي ما بين الهاي واللو، لو جيرانها تمام معانا اتش، يبقى هما كمان معانا اتش.
لو جيرانها مش اتش تبقى دي مش اتش، وبالتالي شوف بقى شوف بقى هو عامل ايه هنا، وبالتالي الحاجات الجزء ده كله هيبقى معانا كاتش عادي. ليه؟ اصل هو جيرانها اللي هم دول انا معتبرهم اللي هم اتش، وبالتالي دول كمان هيبقوا اتش. هل دي بقى هتبقى اتش ولا لا؟ فكر فيها كده شويه قبل ما انا اقولها. هل دي هتبقى اتش؟ لا. ليه؟ ما عندهاش جيران اصلا، او جيرانها مش معتبرينه اتش، وبالتالي مش هنعتبرها. وبالتالي كان حل الموضوع ده هو بشكل ظريف وذكي جدا، ان هو قال او حسبها عن طريق الايه البيكسلز اللي احنا اللي هو جيرانها، يعني اللي هو مثلا لو حد بقى فاكر في الايمج بروسيسنج احنا كنا اتفقنا ان في عندي حاجه اسمها 4 نيبر و 8 نيبر و 6 نيبر والكلام ده اهوت، فاحنا بنشوف النيبرز بتاعها لو كانوا اتش يبقى هو هي كمان النقطه دي هتبقى معايا اتش، لو ما كانوش اتش يبقى خلاص هنستبعدها زي النقطه دي اللي احنا استبعدناها. تمام، يبقى ده كان شرح الكلام اللي احنا لسه قايلينه. يبقى خلاص احنا كده خلصنا كاني وخلصنا الخمس خطوات بتاعته. يبقى احنا الحاجات اللي هو زودها جديدة على اللي فاتوا، اول حاجة ان هو زود او عمل gradient direction، تاني حاجة اللي هو عمل حاجة اسمها non maximum suppression، تالت حاجة اللي هي تالت حاجة جديدة يعني hysterias ايه zeresh holding، يعني اللي هو استخدم اتنين zeresh holding وبدأ يحسب بناء عليه. تمام، طيب يبقى خلاص خلصنا الكاني وهنبدأ بحاجة جديدة اسمها ستيربل فلتر. الستيربل فلتر ده هي بنستخدمها امتى؟ بيقولك بنستخدمها لما انت بتكون عايز accuracy اكتر بالنسبة للإتش اورينتيشن، اللي بقى لو انت عايز تعرف اتجاه الإتش بالظبط هيكون ايه، فانت ساعتها انت بلاش تستخدم الطرق اللي فاتت، الافضل حاجة اللي انت تستخدم الايه الستيربل فلتر. وقال لك ان هي برضو بتكون سيلكتيف، يعني احنا بنختارها لما بيكون عندي ايدجز بتبقى طويله شويه، يعني ايدج واخد الصوره كلها مثلا. ماشي، وقال لك ان هو has a possibility of better modeling curve intersections، اللي هو التقاطعات مع اي كيرف برضو بيقدر السيربو فلتر اللي هو يحسبها بشكل احسن. كيرف طبعا يعني واخد كيرف كده اللي هو واخد جانب يعني. ماشي، وطبعا ده ليه؟ علشان هو بيقدر اللي هو يريبريزنت اكتر من اورينتيشن في نفس الايه في نفس البيكسل. يبقى دي كلها عن السيربو فلتر، ده كله كلام جميل ولطيف. طب خلينا نبدا بقى نشوف الكلام اللي مش لطيف. اول حاجه ان هو اكسبنسيف تو كومبيوت، يعني الحسابات اللي هو بيعملها علشان يعمل ديتكشن للإتش بتبقى كبيره شويه او بتبقى كومبلكس شويه معقده، فبتبقى غاليه يعني بتبقى كوست اكسبنسيف. ماشي، وقال لك برده ان هو مش دايما هيوديك لكلوز فورم سوليوشن، يعني هو مش دايما هيجيب لك حل. ممكن يجيب لك اللي هو يفضل كده مثلا يفضل ايه يدور الى ما لا نهايه، مش شرط اللي هو يجيب لك حل. يبقى الستيربو فلتر ده هي ده برضو نوع من الايدج ديتكتور. وده هي فكرته ايه؟ فكرته ان انت بتستخدمه لما انت بتكون عايز دقه عاليه قوي في الايدج اورينتيشن، ولكن هو قال لك ان هو مشكلته اللي هو ايه اكسبنسيف تو كومبيوت. طيب نقطة كمان اللي احنا عايزين نعمل color edge detection، لو حد كان فاكر في الأول خالص اللي احنا قلنا ان ممكن يكون في edges اتعملت عن طريق اختلاف الايه اختلاف الألوان، صح ولا لا؟ طيب أنا عايز أجيب ال edge دي، أنا عايز ال edge اللي اتكونت من اختلاف الألوان اللي هي زي دي مثلا، اختلاف اللون ما بين ده وما بين اللون الأخضر، فأنا عايز ال edge اللي اتكونت بناء على ايه اختلاف اللون ده. فقال لك اللي انت ممكن تعمل أكتر من حاجة، قال لك انت ممكن بكل بساطة انت مش انت عندك RGB صح؟ عندك R والجي والبي، فقال لك اللي انت ممكن تعمل حاجه، انت ممكن تجيب القيمه دهيت تشوف الجريدينت بتاعه بكام، وهنا الجريدينت بتاعه كام، وهنا الجريدينت بتاعه كام، يعني تجيب يعني القيم بتاعت كل جريدينت منهم تجمعهم وبس خلاص كده. بس قال لك ان دي ممكن تعمل مشكله ان كل باند ممكن تكنسل الباند الثانيه، يعني كلهم كده في الاخر ما يطلعليش اصلا لون في الاخر. ليه؟ علشان كل باند اثرت على الباند الثانيه وبالتالي ما طلعليش اصلا لون خالص. تمام، يبقى دي كانت اول حاجه اول ابروتش مثلا عشان اعمل color edge detection. حاجه تانيه اللي انا اجيب كل واحده بشكل منفصل عن بعض، يعني كل channel اروح اشوف ال edge فيها بشكل منفصل بشكل independent عن التانيه. لكن قال لك اللي انت هنا ممكن تسبب اللي انت تجيب edge ولكن doubled edge او second edge، اللي هو زي ما انا قلت بشويه اللي هو edge ولكن عريضه شويه اللي هي تقيله شويه، وده ما كانش حاجه كويسه. طيب تالت حاجه اللي انت بتcompute oriented energy، بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انت بتستخدم برضه حاجه زي الستيربل فلتر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، ولكن طبعا احنا عارفين ان الستيربل فلتر بيبقى فيه مشاكل، ان المشاكل دهيت ممكن تنتج عن ايه؟ ان هو مثلا مش هيجيب لي اصلا سوليوشن، يعني الستيربل فلتر احنا اصلا عرفنا ان الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ ان هو ممكن او ممكن اصلا ما اوصلش للسوليوشن في الاخر، يعني ممكن ان انا ما اوصلش للسوليوشن او ما اوصلش للايدج خالص ويفضل البرنامج شغال الى ما لا نهايه. ماشي؟ طيب ايه تاني؟ يبقى زي ما احنا اتفقنا ان مشكله الستيربو فلتر ده هو ان هو ممكن ما يلاقيش اصلا سولوشن خالص. ماشي،
طيب ايه تاني؟ رابع حاجة بيقول لك estimate local color statistics، يبقى تعملها عن طريق اللي انت بتعمل شوية statistics على الريجنز بتاعت كل بيكسل. يبقى انت بتروح لكل بيكسل وبتبدأ اللي انت تعمل لها مثلا حاجة زي الهيستوجرام، بتبدأ اللي انت تدرسها بشكل احصائي وبتشوف مثلا ده هي تقول ان اللون ده هو زيادة هنا، اللون ده زيادة هنا، اللون ده زيادة هنا، فانت بناء عليه انت بتحدد الايه ال بتحدد الايدج يعني، ولكن ده هي حاجة منتشرة مثلا في 3D color histogram. طيب اخر نقطة خالص هنتكلم عنها وهي الايدج لينكينج. وفكرة الايدج لينكينج هي ايه؟ الفكرة كلها اللي انت بيقول لك اللي انت يعني حاجة كويسة جدا اللي انت عملته لغاية دلوقتي، انت دلوقتي الصورة اللي انت فيها مثلا جبت لي الايدج، ولكن احيانا برضو انا ببقى عايز حاجة اكتر من ايدج، انا عايز اشوف اللينك ما بين الايدجز، يعني اتصال الايدجز ببعضها، عشان اتصال الايدجز ببعضها ممكن يعمل لي مثلا شكل اخر زي كونتورز مثلا، اللي هو اللي كان مثلا open from the bottom و close from the top، اللي هو اللي احنا كنا اخدناه في الهاريس ديتكتور لو حد فاكر، اللي هو لما لا سوري مش في الهاريس ديتكتور سوري، في السفت اللي احنا كنا اخدناه في السفت، اللي هو لما احنا كنا بنعمل السكيل سبيس وكنا بنحسب الكونتورز وكده. المهم يعني بقول لك بس المصطلح ده اتذكر فين قبل كده. فهو بيقول لك يعني ان هو في الايدج لينكينج انت دلوقتي عايز تشوف طريقه علشان او تاخد بالك من الايدجز اللي بتكون مرتبطه ببعضها، ماشي؟ فقال لك اللي انت اللي هو مثلا بتكون ايدجز او تشين او كلام من ده، فقال لك اللي انت ممكن تستخدم مثلا حاجه زي سورتد ليست اوف ايدجز او 2 دي اري، يعني انت ممكن تستخدم 2 دي اري او سورتد ليست بتخزن فيها مثلا الايه الايدجز واتصالهم ببعض، تقول مثلا الايدج رقم واحد متصله بايدج رقم اثنين، واثنين متصله بثلاثه، وثلاثه متصله بكذا بالشكل ده مثلا. يبقى الشكل ده هوت مثلا، دي طريقه على اصلا اللي انت تعمل ايدج لينكينج اللي هي اسمها تشين كود. تمام، ايه فكره التشين كود؟ بيقول لك اللي هو انت كل ايدج انت تقدر تقول اللي هي اتصالها او علاقتها بالايدج اللي بعدها، مثلا ان الايدج دي علاقتها بالايدج اللي بعدها ان هي نورث اللي هي ايه شمالها، طيب الايدج الثانيه والايدج الثالثه علاقتها مثلا ببعضها نورث ايست، اللي هي الاتجاهات اللي احنا عارفينها نورث وويست وايست وساوث وهكذا، اللي هي الاتجاهات الطبيعيه بتاع شمال غرب جنوب الكلام ده يعني. فانا بقول مثلا ان الايدج الاولى شمالها جزء تاني او ايدج تانية، وبالتالي انا بقدر ان انا امثل الايه الاتصال بتاعهم عن طريق الايه عن طريق 3 بيت كود، بيبقى فيه اللي هو 8 كوردينال دايركشنز اللي هو الثمان اتجاهات اللي عندي. تمام، في اي حاجه اصلا دايما بيبقى عندي اتجاهات اللي هو نورث نورث ايست نورث ويست مش عارف ايه الكلام ده اهو، ماشي؟ طيب اخر طريقه اللي هي اسمها الارك لينث بارامترايزيشن اوف كونتور، ودي كاني بمسك كل نقطه وبقعد بفكها وبشوف هما بيتصلوا فين، يعني بمسك كل ايدج وبقعد افكها النقط وبشوف هما اتصلوا فين. طبعا احنا مش هنتكلم اكتر خالص، هو السلايد كانت مجرد كده بس، وبالتالي انا مش هقول اي تفاصيل فيها، حد مهتم ممكن يعمل ايه ممكن يعمل سيرش كده. احنا الحمد لله خلصنا المحاضره رقم 6.